واكيد من المشاركين اللي كانوا بياخدوا درجات عاليه جدا. منى كان ليكي تعليق. ايوه، انا كان عندي سؤال للاستاذ يوسف، لو كانت معكوسة وخليل سألك بتسمي لي ثلاث أسامي من الإعلاميين اللي ما بيعجبوك، كان عندك شجاعة تسمي؟ طبعاً. تفضل. نفس الاثنين اللي قال عليهم خليل وأضيف عليهم مرتضى منصور، سهلة خالص. لكن أنا لأنه صراحة لقيت أنه خليل انحرج بهذا السؤال وأرجو أنه ما لا، لأنه أنا سألته قلت له في فرق ما بين ما بحبش فلان وما بحبش أتفرج على فلان. بتمنى أنه ما ينعكس هذا الشيء على التصويت لإله، لأنه هو كان عنده الجرأة مثل ما حضرتك عندك الجرأة وسميت، فبتمنى أنه ما ينعكس هذا التصويت على التصويت خليل. شكراً منى.